أنتم تتحملون الآن الهدي والنور النبوي والتوجيه الإلهي، تتحملونه لتنقلوه إلى من بعدكم. وهكذا حفظ الله على هذه الأمة السنة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. حين كاد العلم الشرعي الذي زخرت به أرض تهامة في اليمن أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد أن زهد الناس عنه وأقبلوا على علم المدارس النظامية، شاء الله أن يبعث لهذه البقعة من الأرض بل لليمن كلها مجددا يجدد للأمة أمر دينها. فكان الشيخ العلامة المجدد محمد بن علي بن يحيى بن سالم المرعي رحمه الله تعالى. إذا ذكر الأكابر وإذا ذكر العلماء وإذا ذكر أصحاب الهمم العالية فليذكر بجانبهم سيدنا وشيخنا الشيخ محمد علي مرعي رحمه الله تعالى. والحديث عن الشيخ مرعي متعدد الجوانب جدا، فالرجل سبحان الله وهبه الله تعالى مجموعة كبيرة من الخصال والخلال والأخلاق تجعل الواحد يتحير من أين يتكلم عنه، فهو كالبحر إذا جئته من أي جانب غرقت في لجته وغرقت بل في شواطئه. لكن أريد أن أتكلم على قضية مهمة وهي نشأة هذا الرجل. الشيخ محمد علي مرعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، مع أنه نشأ يتيما إلا أنه استطاع أن يشق الطريق ليصل إلى أعلى مراتب المجد، وأعانه على ذلك أمه الصالحة رحمها الله تعالى. وهذا نموذج من النماذج التي امتلأ بها تاريخنا الإسلامي الحافل من الأمهات اللائي استطعنا أن ينشئنا وأن يوجدنا وأن يصنعنا رجالا بعقولهن ورحمتهن وكفالتهن وشدة إصرارهن. الإمام الشافعي ثمرة امرأة، الإمام البخاري ثمرة امرأة، الإمام أحمد ثمرة امرأة، والشيخ محمد علي مرعي منهم ثمرة امرأة. ومن المشايخ الذي تلقى شيخنا المرحوم العلوم على أيديهم الشيخ علي مكرم والشيخ محمد علي مكرم والشيخ إبراهيم بن حبيب بن عقيل والشيخ إبراهيم بن موسى الشنقيطي والشيخ الضرير والشيخ أحمد حسن مفتي المراوعة منصب المراوعة والشيخ حسن الجبرتي والشيخ صائر سليمان، كثير من المشايخ اللي تلقى العلوم على أيديهم وكثير من المشايخ الذين تلقى الإجازات على أيديهم. كان الشيخ قد جعل من كتب العلم أنيسه وجليسه ومن حلقات المشايخ وجهته وبغيته، حتى رحل في طلبه إلى البلد الحرام وطاف محافظات اليمن المترامية الأطراف يتتبع مشايخ العلم الربانيين يلتمس من علومهم وينهل من معينهم، ولم يتوقف عن الطلب حتى في شيخوخته، فقد كان يقصد المراوعة بكتب البلاغة والمنطق يأخذ عن علمائها برغم كبره وشيخوخته. عالما من علماء المسلمين ووليا من أولياء الله الصالحين وفقه الله سبحانه وتعالى لعبادته على بصيرة، فكان فقيها لا يشق له غبار، وكان عالما صالحا رحمه الله تعالى. كان المرجع في الفتوى للحديدة وحجة ومحافظة ريمة والمحويت ومن عدة محافظات، وكان رحمه الله تعالى متمكنا في الفتوى. إذا ما استشرت فيأتي لك بالخبر اليقين، وإذا ما استشرته في الأمور السياسية أيضا فله في ذلك يعني القدح يعني المملوء. فرضي الله عنه ورحمه الله رحمة الأبرار، فكان قدوة لأصحابه وأتباعه. الشيخ فقيه متمكن في الفقه، درس كثير من الكتب الفقه وحفظ كثير من متون الفقه،
حتى أنه عرف بين أقرانه بالفقيه مرعي أكثر من أي لقب آخر. والشيخ محمد بن علي مرعي وأصله من حضرموت أجداده، وهو قائم بمقام كبير في الحديدة، وأقام كلية الشريعة وتحولت إلى جامعة، متواضع خاشع منيب. أخذ عن شيخنا الحبيب إبراهيم بن عمر بن عقيل بن يحيى وعلماء الحديدة وغيرهم ممن اتصل بهم في ذلك المكان، وكان ممثل لمنهج مدرسة حضرموت في أدبه، في تواضعه، في خشوعه، في صدقه، في إنابته، في حرصه على الناس. يمشي في أيام الحرب، نراه في الحديدة عليه رحمة الله في الحرب يركب الحصى الباص والحصى الموتور وسيكل تطلع معه، وراح من محل إلى محل يقضي حاجة ذا ويعمل كذا عليه رحمة الله. جمع الله في الشيخ من الصفات والأخلاق ما تجعل منه فريد عصره ونسيج وحده، فقد كان في أخلاقه أمة وحدة. جمع الله له ما تفرق في غيره، فزهده حديث الناس، وتواضعه لم يكن له بين البشر من مقياس. تراه حين تراه فترى رجلا من جيل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فسبحان من وهبه فأجزل وزينه بأخلاق الرجال الكمل. لم يعش الشيخ رحمه الله لنفسه ولا لأسرته ولا لأهله، إنما عاش لليتيم والفقير والجاهل والمريض والمحتاج. قد كانت للشيخ علاقة كبيرة جدا بصحيح البخاري ونشر السنة، وهمه وشغله الشاغل نفع الغير ونشر العلم والهداية. ما عرفته يطلب لنفسه راحة قط، لا يطلب إلا راحة غيره. كان عضو مجلس النواب، كان قاضيا في المحكمة العليا، له مناصب عديدة تبواها، لم يستغل منصبا منها لقضاء حاجة نفسه، إنما استغلها كلها لقضاء حوائج الفقراء والمساكين. كان يقوم ببناء الأوقاف الموجودة للمسجد هذا بيده، وقد شاهدته مرارا وهو يناول الأسطى البلوك ويقوم بإعطائه الناس وكل شيء. كان يقوم في سنة 79-80 رحمه الله بجهده، يقوم يعمل مع الناس في العمال ويقوم بجمع الأموال من الناس، ويقوم أيضا يشتغل بجهده. لو أردنا أن نذكر مرادفة من مرادفات التواضع لكان من مرادفات التواضع الشيخ مرعي. فالرجل قد ملأ الأرض تواضعا، وملأ طلبته بالتواضع، بل وملأ أسماع الدنيا بتواضعه ومواقفه الجميلة الجليلة الفخيمة الكاملة. ما كان يتكلم عن نفسه أبدا، ولكن كان شيخي فلان يقول كذا، كان شيخي فلان كذا. فكل المشايخ هؤلاء كلهم إنما سمعناهم منه في هذه الجلسات المتناثرة، حتى تولد عندنا بعض الفكرة عن بعض مشايخه والعلماء الذين أخذ عنهم. لا يحب أن يظهر أمام الناس أنه فعل أو صنع كذا، حتى أنه في مرات متعددة ونحن نقول له يا شيخ لماذا لا نوثق العمل الفلاني، لماذا لا يصور العمل الفلاني، لماذا لا يسجل العمل الفلاني لكي التجار يطمئنوا على أن عملهم. قال التجار بيننا وبينهم الله. كان دائما يقول الله تعالى، يقول يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقال المن في العطية إما أن يكون بالقول أو بالفعل، والمن القولي هو أن تقول أنا فعلت وأنا صنعت وأنا أعطيت. قال هذا من بالقول، وهذه الحركات التي يفعلها البعض هذا من عمل بالعمل، والمن بالعمل أشد جرما من المن بالقول. فأنا عايشته لما يقرب من 40 سنة، فأنا أتذكر في ذلك حديث أنس عندما قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله، ولكن كان يقول قدر الله وما شاء فعل. فكانت هذه من سلوكه رضي الله عنه. وقد يتعامل مع آخرين كلا بحسب عقليته، فبعضهم يربيه بالكلمة اللطيفة واللينة، وبعضهم قد يشتد عليه بأكثر من ذلك، وبعضهم قد يربيه بالسكوت. وهذه كان أشد تربية لمتبعيه. كان شيخنا المرحوم أبا لطلاب العلم، وكان يقوم برعايتهم ومصالحهم، يعني من حيث الأكل والشرب والعلاج، حتى أن الطالب إذا احتاج إلى عملية خارج الجامعة يقوم هو ب
بمتابعة المستشفى وإجراء العملية وما إلى ذلك، الأشياء التي كان بحاجة إليها طلاب العلم. أيضا كان طلاب العلم مرعيون من قبله من حيث المحافظة على أخلاقهم ليل نهار معهم، كان يقوم أيضا بمتابعة سلوكياتهم، حتى إذا شذ أي طالب من طلبة العلم قام بتوجيهه وقام بنصيحته فهو كالأب الحنون، حتى أن بعضهم يرى أن شيخنا المرحوم هو أكبر يعني نعمة أمتن الله بها على طلبة العلم من آبائهم. مهما بلاء طلاب العلم في جامعة دار العلوم الشرعية لا يمكن أن يؤخذ منهم شيء، سواء كانوا قليلون أو كثيرون، كان الشيخ يقوم برعايتهم. مهما تخرجت من دفاع لا يمكن أن يستلم من أي طالب شيء، كان يعني حتى إذا أرادوا السفر كان يقوم بتزويدهم بالمال لكل طالب، يعطى أجرة السيارة حتى توصله إلى قريته إلى مدينته. طالما ترك مكتب رئاسة الجامعة وقعد في مكتب الحسابات المفتوح يستقبل الطلاب والزوار ويدير أمور الجامعة منه، ولم يكن مكتب الحسابات إلا مكتبا متواضعا بكرسيه المتواضع وطاولته المتواضعة، وعدم وجود أبواب تحجب الناس دون الشيخ محمد علي مرعي. الشيخ حياته كلها دروس، يمكن للإنسان أن يستفيد من الشيخ، كل حياة الشيخ كانت دروس. كان الشيخ رحمه الله تعالى جامعة في العلم، جامعة في الزهد، جامعة في التواضع، جامعة في حب الخير، جامعة في قضاء الوقت وشغله في طاعة الله سبحانه وتعالى. ما كان الشيخ تمر عليه ساعة وهو فارغ، الشيخ الوقت الذي لا يجد فيه شيئا يأخذ المصحف ويجلس لقراءة القرآن وتسميع القرآن. فالشيخ من أي زاوية نظرت إليه تنظر إلى زاوية مجدد للعلم، مجدد للزهد، مجدد لفعل الخير، يعيش للناس ولا يعيش لغيره، فلا يستطيع الإنسان أن يفيه في موقف صغير. إذا سمعت إنسان مدح الشيخ في بكلمة أو بقصيدة كان الشيخ سرا يسمعه من بجواره يقول: اللهم إنك تعلم أنت أعلم بي منهم وأنا أعلم بنفسي منهم، فاجعل لي خيرا ما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون. كان دائما يستغفر إذا إنسان مدحه أو أثنى عليه، لا يحب الثناء ولا يعجب به. كان رجلا والرجال قليل، وفقه الله سبحانه وتعالى لعبادته ولعمارة الدنيا ولتزكية النفس، فكان مثالا يحتذى، وكان سلفا صالحا لخلف صالحين. زرته في بيته رحمة الله عليه، ووجدت فيه العالم الرباني، العالم العامل، العالم العابد، العالم الزاهد، رأيت ذلك بعيني، ووجدت فيه العالم الذاكر، العابد الطائع لله عز وجل رحمة الله عليه. كان وتدا من هذه الأوتاد في هذه الأرض وفي هذا العالم، أكرمه الله سبحانه وتعالى أن كان من أهل القرآن، وأكرمه بفضيلة تعليم القرآن، وأكرمه بفضيلة حمل العلم وأدائه. ومن سر التوفيق أن الله سبحانه وتعالى أكرمه بالثلاث التي تبقى للإنسان من بعد وفاته: ولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به، وصدقة جارية. فقد أقام الكلية العلمية بما تبعها من الأوقاف، وأنجب الأولاد النجباء، وخلف العلماء والقضاة وأهل البلاغ لهذه الدعوة، فهنيئا له ما أكرمه الله سبحانه وتعالى به. وقد أفضى إلى ما قدم، وهو الآن بين يدي ربه سبحانه، وظننا أن الله تعالى يبسط له بساط كرمه. لن يستطيع المستقصي أن يحصي إنجازات الشيخ أو يعد أياديه، فقد كان للشيخ في كل مجال من مجالات الخير سهم وافر، كالغيث تخصب الأرض بهطوله ويحل النفع والبركة بحلوله، فلا تكاد تسأل عنه الحجر والشجر والبشر إلا قيل لك مر من هنا وبقي له في كل بقعة أثر. كان عمل الدؤوب بناء المساجد قبل أن تنشأ جامعة دار العلوم الشرعية، ولم يزل بناء المساجد مستمر إلى
أخريات أيامه. هذا الذي عمر الكون وشارك في الحياة حتى أصبح نائبا في مجلس النواب، وحتى أصبح قاضيا في المحكمة العليا، وحتى أصبح مفتيا للحديدة. بعد موت الشيخ محمد علي مكرم الملقب بالطسي رحمه الله، قام شيخنا المرحوم محمد علي مرعين باستلام لجنة الإفتاء، ولجنة الإفتاء هذه يعني كان عمل عظيم ينتفع به الناس وداخل الحدود وغيرها. لحرص الشيخ على المصلحة العامة وتواضعه لم يحصر الفتوى في شخصه، وأسس لجنة رسمية يرأسه رحمه الله تعالى تقوم بالفتوى في حال وجود الشيخ وفي حال غيابه، وبهذا أصبحت الفتوى مؤسسة رسمية بلجنة معتمدة من وزارة العدل في صلاة أو بغيرها من الوزارات. من إنجازات شيخنا طبعا المؤسسة المرعي الخيرية، هذه كانت مؤسسة مبسطة صغيرة في بيته، كان يقوم كل خميس يقوم بتوزيع الرز والسكر والمواد الغذائية للفقراء والمساكين. ثم بعد ذلك تطورت وانتشرت هذه المؤسسة الخيرية لأنها وقامت بتوزيع على سواء كان محافظة الحديدة أجمع في الحديدة وفي القرى، لسيما في الأيام الأخيرة هذا كان يعني خيرها متعدد. كان الشيخ رجل البر والإحسان الأول على الأيتام، يكفل أكثر من 2400 يتيم شهريا بمعونات نقدية، ويكفل أكثر من 150 أسرة بسلة غذائية شهرية، ويعين النازحين من ميدي ومن حرب ومن عبس بمعونات شهرية. إنجازات الشيخ كثيرة، أعظمها وأنفعها دار العلوم الشرعية. جمع دار العلوم الشرعية من أعظم الأعمال التي قام بها شيخنا المرحوم، لاقى فيها الصعاب الكثيرة، ولو كان شخص آخر ما استمر في إكمال وإنجاز هذا الصرح العلمي الكبير. زرته في جامعة العلوم الشرعية في الحديدة، وقد جال بي على مرافق الجامعة وقد بناها لبنة لبنة. فالجامعة هي مرت بمراحل، لم تكن فكرة مكتملة في ذهن الشيخ رحمه الله تعالى من أول مرة أو من أول وهلة، من بدء الأمر وهو كان يحمل همًا كبيرا، كيف أنه يعني العلماء المتخصصين في الجوانب الشرعي من مات منهم لا يكون له بديل، وكيف أنهم في بعض المناطق لا يوجد يعني العالم الكف حتى في أبسط أمور الشريعة، مثل تقسيم تركة ميت، مثل إفتاء أشخاص في بعض القضايا الدينية التي تتعلق بحياتهم. فأول فكرة جاءت عنده هو إنشاء جمعية خيرية لدعم أربطة العلم ومدارس العلم الموجودة التي كانت في منطقة تهامة بشكل عام. كانت هناك الحلقات العلمية التي تبناها شيخنا المرحوم تقام في المساجد وتقام في الأربطة، سواء في الحديدة ولا في المراوعة ولا في منبر ولا في الدرهمي. كنا نذهب آخر خميس من كل شهر، يزود الشيخ مرعي من الجمعية الخيرية، يزود الفقهاء الذي يقومون بتعليم العلم. بعد فترة يجد على أنه هناك من الطلاب من يأخذ مادة ويترك بقية المواد، أو ربما حضر أوقاتا وغاب أخرى، فناقش هذا مع بعض العلماء، قالوا السبب على أن بعض الطلاب لا يجد سكن أو لا يجد مكان الذي يسكن فيه فيستمر في طلب العلم. فجاءت وتولدت عند الشيخ فكرة، لماذا لا أنشئ أنا مكان متخصص يسكن فيه الطلاب ونحضر لهم المشايخ ونعين المشايخ ونعين الطالب. كان هناك بجواره في منزله في حارة الحوك مسجد يسمى مسجد المدني، واشتهر بعد ذلك بمسجد البخاري، لأن الشيخ كان يقيم في حلقة البخاري كل عام. فبنى فوق المسجد عبارة عن سقف من الزنج والصفيح، مبنى متواضع فيه كذا كذا مروحة، وجمع الطلاب فيه وأوجد لهم المدرسين وتواجد الطلاب فيه. بدأ الطلاب ما شاء الله يتوافدون حتى وصلوا إلى أكثر من 50 طالب. الفكرة بدأت عند الشيخ تتوسع، فحين ذلك بدأ ينشئ مبنى، وأول مبنى أنشأه هو
مبنى في الحي التجاري. بدأنا في الحي التجاري في سنة 1409 بدأنا التدريس هنا، وانضمت الحلقات التي كانت متفرقة سواء كانت في الحديدة أو في منبر أو في المرارة، التحق طلبة العلم بدار العلوم الشرعية. تحولت مسألة المسمى من مدرسة تحفيظ قرآن إلى دار العلوم الشرعية وتحفيظ القرآن الكريم، فتم اعتماد المنهج وتم اعتماده في صنعاء، ثم سافر إلى الأزهر الشريف حتى تم موافقة الأزهر الشريف وتم إرسال الخطابات الرسمية بالموافقة واعتماد الشهادة ومراحلها، وعلى أنها تكون 7 سنوات. طبق ما تعلمه في حياته الدنيا على المدرسة السنية الأشعرية اليمنية كالأزهر الشريف والزيتونة ومدرسة حضرموت، حتى وفقه الله سبحانه وتعالى في إنشاء دار العلوم الشرعية بالحديدة، واشتملت على النظام الحديث الذي يتواءم مع مقتضيات العصر في 7 سنوات متتالية، 3 منها كان للثانوية الشرعية و4 للعليا بما يسمى في عصرنا بالكليات. في الزمن الأول كان العلماء والمشايخ يدرسون، فإذا مات الشيخ انتهى تدريسه، لكن الشيخ حول العلم إلى مؤسسة دائمة تستمر إن شاء الله إلى يوم الدين. في بداية الأمر كان هناك بعض العلماء وبعض المحبين يقولون له أنت تغير هذا العلوم، العلم الديني يكون لله، وأنت الآن تريد تحولها إلى شهادة. فقال الشيخ لابد أن نستمر على فكرة نحافظ بيها فيها بين الأصالة والحفاظ على العلوم الشرعية والكتب القديمة التي كان يدرسها العلماء وتخرج منها العلماء، ونعطي لهؤلاء شهادة تكون عصرية معاصرة، لها اسم ولقب علمي يستطيع أن يعمل ويشتغل ويعترف به الآخرون. أنا يدرك أن المدارس النظامية الحكومية لن تأتي بالعلماء، لن تخرج علماء في الفتوى يستطيع أن يفتي الناس في أمورهم الدينية الشرعية، لن يخرج منها علماء يستطيع أن يسد يعني حاجات الناس في القضايا الشرعية. وفي المقابل أيضا يعلم أن الأربطة أو أن الناس قد عزفوا عن هذا العلم، لأن خريجي الأربطة لم يعد أو لا يحملون شهادة معتمدة حتى يستطيع الإنسان أن يتقدم بها إلى يعني مرافق الدولة ويحصل على وظيفة. هنا يستحق الشيخ أن يطلق عليه لقب مجدد، ويستحق هذا اللقب بكل جدارة، حيث استطاع أن يحافظ على الأصالة في العلوم ومناهجها وكتبها، وكذلك أيضا أن يطلق ويجددها ويحدثها بحيث تتواكب مع العصر. الحمد لله، اليوم الكلية مكانتها عظيمة، ونهيب بالقائمين عليها من أولاده ومن العلماء الكرام أن يهتموا بهذه الكلية وبمخرجاتها، وأتمنى أيضا أن يكون كل عام تعاد حولية هذا الإمام العلامة المفتي، لأجل أن تظل الأمور في كل جيل تعرف عن مثل هؤلاء المجاهدين في سبيل الله. أصول العقائد وأصول الفقه وأصول التزكية إنما تستمد من اليمن، أصل العرب ومادة الإسلام، ونحن في هذه اللحظة نعزي أنفسنا ونعزي العالم الإسلامي ونعزي اليمن بفقد قامة علمية دعوية مفتي تامة، الشيخ الذي أشرف على تخريج عشرات بل مئات الأجيال، منهم القاضي ومنهم المعلم ومنهم الإمام ومنهم المدرس، وكم ساهم في نهضة اليمن الحديث عبر هذا الخطاب الوسطي الإيماني الرحماني في جامعة العلوم الشرعية بالحديدة، سيدي الشيخ محمد علي مرعي عليه الرحمة والرضوان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا به في مستقر الرحمة. بعد جهد جهيد وبعد حياة حافلة بالخير وحافلة بالعطاء وحافلة بإسعاف الفقراء والمساكين وحافلة بنشر العلم وحافلة بمزايا كثيرة، من يعد قطر البحر ومن يستطيع أن يعد رمل الحصى، وإنما هي قطرة من قطرات تلك الحياة التي كان عليها شيخنا.
آن للشيخ بعد طول التطواف والترحال أن يضع عصا الأسفار عن عاتقه وأن يسلم روحه إلى ربه وخالقه بعد زمن حافل بالعطاء وحياة مليئة بالبذل والسخاء، حياة سخرها كلها للعلم والعمل. فوصل ليله بنهاره وشبابه بشيخوخته وحمل من هموم التعليم والدعوة والإصلاح ما لا تطيقه الجبال الرواسي. كان مشايخنا يذكرون أنه عندما يموت الفقيه تبكي عليه السماء والأرض، وأنه عندما يموت العالم يهتز لذلك الملأ الأعلى بجوار عرش الرحمن سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى أعلى في العالمين ذكره. انتقل إلى رحمة الله ورضوانه ومغفرته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون شفيعنا يوم القيامة. وهذا العالم الجليل الذي توفاه الله سبحانه وتعالى في ليلة عيد الفطر الماضي وهو يوم الجائزة، كانت وفاته في ليلة عيد الفطر بعد المغرب أو ما بين المغرب والعشاء، ثم كان رضي الله عنه على شعور بهذه الوفاة. وهذا لا يستغرب، يعني بعض الناس عندما يسمع هذا الكلام يقول لك هل أحد يعلم الغيب؟ نقول لا، ليس هذا من باب علم الغيب، وإنما هذه أسرار بين الولي وبين ربه، ودليلها القرآن. الله عز وجل عندما قال للسيدة يوحانذ أم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، كان هذا إعلان من الله عز وجل لها بأمر مغيب لا يستطيع البشر أن يطلع عليه. فهذه الأسرار تجري بين الله وبين أوليائه. أما قوله سبحانه وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، فقد قيدها الله بالنفس، فالنفس بذاتها لا يمكن أن تعلم هذا الغيب أبدا، لكن الله يعلمها، هذا لا مانع منه. أذكر موقف بسيط، يعني آخر ليلة في حياة الشيخ رحمه الله أرسل إلي وبعض المشايخ، الشيخ العضابي والشيخ العضابي وبعض المشايخ، حضرنا عنده البيت قبل موته بساعات وكان متعبا، وقال للمسؤول عن المشتريات هل اشتريتم ملابس للسجناء؟ كم عددهم؟ قال كذا كذا فوق 1000. وهل اشتريتم ملابس للسجينات؟ قال نعم. فقال بلغني أن ملابس السجينات حارة والجو حار، أعيدوها واشتروا بدلها أرواب ناعمة وباردة للسجينات، وأمرهم بإعادة الملابس لأنها كانت غير مناسبة للجو الحار. وقال توزع الملابس اليوم بعد الفجر، العادة في كل رمضان أنه يوزعها في آخر يوم من رمضان، هذه السنة بإلهام من الله سبحانه وتعالى قال توزع الآن بعد صلاة الفجر. وكان لا يمكن أن يخرج زكاة الفطر إلا في آخر ليلة، يعني الليلة التي تكون صباحها العيد، هكذا حياته كلها، لأن أنا من الملازمين له وساكن عنده في البيت. ففي هذا الشهر الذي توفي فيه أخرجها من 10 رمضان، وكان أهله يتساءلوا ما لك يا أبتي تخرج الزكاة من هذا الوقت؟ يقول لهم هكذا لا يتكلم، لأنه لا يريد أن يفصح ولا يريد أن يفجع أيضا رضي الله تعالى عنه، وكان رحيما جدا. وها والدلالة الثانية أنه كان ينظر إلى آله نظرات طويلة لم يعهدوها من قبل أبدا، فكان إذا نظر إلى بنت أو إلى ابن أو إلى حبيب له أو إلى صديق يطيل النظر في الأسبوع الذي يسبق الوفاة. ثم في اليوم الذي توفي فيه وبعد إسعافه إلى المستشفى كان يسأل عن وقت المغرب، وكأنه يسأل عن الوقت الذي سيرتحل فيه إلى ربه سبحانه. ومن حسن حظه أن وافق وقتا جميلا وهو يوم الجائزة، بل ذكرنا موته بموت إمام السنة وإمام المحدثين الإمام البخاري، وتوفي في نفس الوقت، وقد ترك موته في قلوب الناس أثرا كبيرا جدا إلى حد كأن النفس انقطع عن الخلق، لأنه في الحقيقة كان لنا بل ولغيرنا كالماء للعطشان وكالنفس للمتنفس. ولا غرابة
أن يكون هذا الأثر موجود فينا لما كان عليه من الرحمة، من التواضع، من الأخلاق، من المنافع، من كم سنحصر من أخلاقه ومزاياه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي حدود 3 أيام بلغت مراثيه الشعرية فقط ما يفوق 100 القصيدة الشعرية من عدة نواحي، فضلا عن المراثي النثرية التي جاءت من هنا ومن هنا. وكانت السيدة فاطمة قد ذكرتنا وذكرنا موقفها من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهي تقول لأصحابه: أطابت أنفسكم يا بلال أن تهيلوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أحسسنا بذلك الألم بعد أن قالوا مات الشيخ محمد علي مرعي، أحسسنا أنهم حينما أهالوا التراب عليه إنما أهالوه على قلوبنا التي ثوت معه في مثواه وانتقلت معه في منتقله ومأواه. وتذكرنا قولها: ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا، صبت علي مصائب ولو أنها صبت على الأيام عدنا لياليا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم شيخنا بالرحمة الواسعة، وأن يدخله في الحضرة الجامعة، وأن يرزق أولاده وطلابه وأحبابه الصبر والسلوان، وأن يخلفنا في الأمة بخلف صالح. إنا لله وإنا إليه راجعون. رحمه الله رحمة واسعة وألحقنا به على الخير تحت لواء نبينا المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم، وأدخلنا الجنة ببركة هؤلاء من غير حساب ولا سابقة عقاب ولا عتاب. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. رحل الشيخ عن الدنيا بجسده، ولكنه بقي حيا في نهج أرساد عائمة، وثبت في الأرض قوائمة، نهج العلم الرباني الذي يجمع الناس على الهدى والخير، نهج التفاني في إيصال الإحسان إلى الغير، نهج من مضى على درب المصطفى صلى الله عليه وسلم فلم يغير ولم يبدل حتى لقي ربه. صحيح أن موته كان مصيبة وهذا لا يستغرب، لكن لنا أمل كبير عندما ننظر إلى البناء الذي أسسه وثبته، وهو النشأ الذي تركه من بعده. عزاؤنا في سماحة الشيخ رحمة الله عليه أنه ترك أجيالا من الدعاة والقضاة والمحدثين والمفتين والأئمة والوعاظ لأبنائه وطلابه وأهل بلده وللمسلمين، أن يواصلوا المسيرة التي سار عليها هذا الشيخ، وأن يحملوا أمانة العلم، وأن يحملوا أمانة القرآن بنفس تلك الشخصية من الزهد في الدنيا والورع والتعالي عن الدنيا والعدم الالتفات إليها والعفة والصدق في الإقبال والإخلاص لله سبحانه وتعالى في علاه. فإن الصفات التي حملها هذا الشيخ هي محل عنايتنا واهتمامنا، وكل من حملها أو جزءا منها من أبنائه أو طلابه فهؤلاء الذين سيظهر الله بركتهم وسيواصلون سير هذا الشيخ إن شاء الله تعالى. وبالنسبة لنا نحن في جوانب حضرموت وعدن، عندما عدنا إلى اليمن بعد فترة من فترات الهجرة، وجدنا أن مدرسة الشيخ مرعي قد وضعت لنا أساسا عظيما في بناء الهيكل العلمي الشرعي في هذه البلدة. ولهذا عندما استعادت مدرسة حضرموت مكانتها في نشر العلم وفي إقامة الأربطة، كان لتلاميذ الشيخ مرعي الدور الكبير، حيث رأيناهم يوجدون في أماكن كثيرة بعد تخرجهم، فوجدناهم على غاية من غايات التمكن في العلم، وخاصة في علم الفقه وعلم الأصول، فكان لهم الدور العظيم في ترشيد المجتمع في أشد أوقات الحرج. بفضل الله سبحانه وتعالى أن جعل الشيخ هذا الأمور التي كان يقوم بها بدل ما تكون فرضية جعلها مؤسسة، فالتعليم إن شاء الله مستمر برئاسة الشيخ محمد ابن الشيخ محمد علي مرعي، والمؤسسة الخيرية مستمرة في دعم الأيتام والفقراء والمساكين.
فنحن بحمد الله نبشر ونطمئن كل من يسأل عن هذا الباب وكل محب وكل صادق أن هذا المنهج الذي أسسه الشيخ رجاله لا زالوا على قيد الحياة وعماله لا زالوا على قيد الحياة، يزيدون ولا ينقصون، وقد زادت همم على همم، وبحمد الله يسري هذا الأمر ويدوم، والله على كل شيء قدير. نسأل الله تعالى أن يعلي درجاته في جنته، وأن يلحقه بحبيبه المصطفى محمد، وأن يبارك في ذريته وفي طلابه وفيما خلف من آثار مباركة، وأن تكون بداية انتشار وزيادة وارتفاع لها، حتى نجتمع به وبأسلافنا الصالحين مع سيد المرسلين وإمام الأولين والآخرين في جنات الفردوس، آمين اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين. وما كان قيس هلكه هلك واحد، ولكنه بنيان قوم تهدما. رحل الشيخ عنا وبقيت روحه خالدة بتعاليمه، وظل ذكره باقيا بطلابه الذين خلفهم من بعده. رحل وخلف تركة علم وعمل، تركة نور وهدى، تركة إحسان وإصلاح. ومن مات وهذه تركته فما مات ولا رحل، بل سيبقى ذكره إلى أن نلقاه عند مولانا عز وجل. رحمك الله يا شيخنا، وجمع بيننا في مستقر رحمته. إلى مرعي تولى، قلت كلا ثم كلا، ما تولى من سما فوق السماكين وعلا، ما تولى من ترقى في فنون العلم فضلا، ما تولى من بأخلاق النبي طه تحلى، ما تولى من بأخلاق النبي طه تحلى، من له في الناس ذكر في مدى الأزمان يتلى، كان عند البرد دفء، كان عند الشمس ظلا، كان أهلا للذي في الناس لا يملك أهلا، يطعم الجائع يسقي ظميا وردا ونهلا، يطعم الجائع يسقي ظميا وردا ونهلا، كل ثكلى من جديد أصبحت مذمة ثكلى، شغله القرآن إصباحا وإمساء وليلا، وغدا وهو كرسل الله أخلاقا وشغلا، يتحلى بالمعالي وعن الدنيا تخلى، يتحلى بالمعالي وعن الدنيا تخلى.